سواء من الطلاب وأبنائنا الطلاب الله يوفقهم واجتهاداتهم، أو من إخواني المشرفين الله يوفقهم، تعبوا خلال هذا الأسبوع وجدوا واجتهدوا وقضوا وقت في هذه القرية مع الشباب الله يوفقكم جميعا. الآن فيه الملخصات للمشرفين، فيه الأستاذ فيصل المطيري، نتائج الاختبار مع الأستاذ فيصل المطيري. تفضل يا أستاذ. السلام عليكم. اللي كتبتوه قبل شوي والله إني ما أدري وش في الملف ذا. نفتح سوا لجان تصحيح. نفتح سوا. بسم الله. طيب نعلن على طول ولا نعلن كل واحد درجته؟ لا كل واحد درجته. طيب الفصل البنفسجي مجموعة في الاختبار 190 درجة. سلام. الفصل الأخضر مجموعة في الاختبار 210 درجات. الفصل الأزرق مجموعة في الاختبار كمل 195 درجة. الفصل الأحمر مجموعة في الاختبار 195 درجة. الفصل طيب المتفوق الآن. المتفوق قلنا ليش؟ دقيقة. لا باقي ما أعلنت الأصفر. باقي الأصفر. الفصل الأصفر مجموعة في الاختبار 190 درجة. المتفوق في الاختبار الأسبوعي الفريق الأخضر. استاهلون. الفصل الأخضر متفوقين ما شاء الله خلال هذا الأسبوع. هذه في جزئية الاختبارات اللي قبله شوي، من 250 درجة حقق الفريق الأخضر 210 درجة. متميزين ما شاء الله تبارك مبروك الله. الباقي يعني عدد لك السادسة. مبروك للفريق الأخضر وهارد لك للفريق الفرق الباقية. النتائج متقاربة مرة، وهذا دليل إنك لازم تركز على كل شيء في البث، كل شيء. السلام عليكم. متميزين جدا. نشكر الأستاذ فيصل الله يبيض وجهك أبو أسامة. نشكركم يا شباب. يعني بملخص سريع، البنفسجي 190، الأخضر 210، الأزرق 195، باقي الأصفر 190، باقي الأحمر 195.